بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل تحليل الصرف، وده زي تحليل المشتريات بالظبط. كل اللي هيختلف ان بدل المورد هيبقى محل الصرف، وبدل مسؤول الشراء هيبقى مسؤول البيع، وهنضيف زيادة عليهم اللي هو قائد السيارة او مسؤول الموقع. نشوف هنعمله ازاي. نفس الطريقة هنجيب نموذج فارغ وهنسميه تحليل الصرف، ونحوله تصميم، ونبدأ نضيف الحقول بتاعتنا ونعمل لها تنسيق. 2 للتاريخ، 2 لكود مسؤول الصرف، 2 لمحل الصرف، وهنضيف واحدة ل مسؤول المعدة أو مسؤول المشروع. نبدأ نعمل تنسيقات في السريع. ونبدأ نضيف أول صفحة هنسميها الصرف إفرادي، نعمل نموذج إفرادي من إنشاء باستخدام المعالج. هنجيب جميع الحركات بتاع القطع، ونجيب من مسؤول الصرف اسم المسؤول، ومن قطع الغيار اسم القطعة وسعرها، ومن محل التركيب اسم المشروع واسم المسؤول. طبعا ورق البيانات، وهنسميه تحليل المصروفات، تحليل الصرف 1. نضيف معانا نموذج من تصميم، نضيف معانا نموذج تحت هنا، تحليل الصرف 1.
نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت بالظبط. عندنا هنا التاريخ ان واحد وان اتنين عشان هنعمل تحجيم بالتاريخ. تحليل الصرف ده الكود اللي بيحجم معانا، المعادلة اللي بتحجم معانا التاريخ، هيبقى من التاريخ المكتوب فيه ان واحد الى التاريخ المكتوب فيه ان اتنين. كود المورد مش محتاجينه هنا. كود مسؤول الصرف هيبقى من اربعة الى اربعة من تلاتة. محل التركيب من ستة. من خمسة لستة. طيب هنشوف هنا مسؤول، هنا اسم المسؤول هنشوف هنعمله ازاي. اسم المسؤول بقى مش هيكون الكود كده اللي هو سبعة، طبعا خلية واحدة هنكتب فيها شيء من اسم المسؤول هتبقى لاين، هنستخدم فيها لاين. هنستخدم لاين ده هيخلي اي حاجة تتكتب لو جزء منها مطابق للموجود عندنا في الجدول يعرضه، يعني جزء من الاسم اللي هنكتبه في الهيد مطابق لجزء من الاسم الموجود معانا في الجداول هيعرضه. في هنا خطأ في الاول قبل ما ننسى، المفروض احنا ما نجيبش اسم المسؤول من هنا، ده اسم المسؤول الحالي، احنا عايزين اسم المسؤول اللي موجود معانا في الجدول. لا اسم المسؤول ده لا، ناخده اكس حتى نمسحه من هنا. اسم المسؤول معانا في جدول اللي هو اسم المسؤول اتنين ده. اول حاجة تعمل في الاستعلام قبل ما ننسى اللي هي ما يكونش انه يعرض جميع الحركات اللي موجودة في قطع الغيار بصرف النظر ان كان لها مطابقات في نماذج تانية او لا، يشمل كافة السجلات الموجودة في جدول الحركات. وبعدين نحفظه كاستعلام.
تاني واحدة نسميها القطع. عشان يعرف يجمل القطع ونضيف واحد نسميه مسؤول الصرف. عشان نعرف كل مسؤول صرف صرف قد ايه. وبعدها واحدة محل التركيب. عشان نعرف كل محل تركيب تصرف فيه قد ايه. وبعدين نعمل مسؤول المعدة. والحاجات دي اللي هنملى الجداول بتاعتها في المرة الجاية ان شاء الله. لو لك تعليق او استفسار اكتبه تحت الفيديو. افتح اظهار المزيد لو فيه روابط تحميل. اشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. ولسهولة التواصل عملنا صفحة على الفيسبوك. يشرفنا انضمامكم ليها. اكسس دروس فيديو. اعمل اعجاب ومشاركة للصفحة عشان يوصلك الجديد. ولو لك تعليق ممكن تكتبه. الفيديوهات هتنزل على الصفحة اول باول. من هنا الحلقة التالية. ومن هنا الحلقة السابقة. ومن هنا واجهة القناة والفهرس. لو الروابط مش شغالة بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك. ومن وقت للتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.